الأحداث اللي بتمر بين هذه لا تحسبوه شرا لكم، هذه حتى نقبل على الله عز وجل ونتبرأ من حولنا ومن قوتنا ونتعلم الدرس لا حول ولا قوة إلا بالله، ونري الله من أنفسنا خيرا، ونستعين بالله عز وجل، وندخل المعركة الفاصلة. معركة دي معركة فاصلة صحيح، وإن شاء الله ستكتب في التاريخ. وهي بالنسبة للقوم أكون أو لا أكون، إن شاء الله لا يكون بإذن الله، ليس تخمينا ولا خرصا، لا، شيخ في الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقف مع المسلمين وكان يقسم بالله، يقسم لهم بالله أنهم سينتصرون، يقولون قل إن شاء الله، يقول تحقيقا لا تعليقا، ثقة في الله عز وجل ويقين به، ثقوا في الله عز وجل، توكلوا عليه، واقضوا الليلة في تضرع ودعاء وابتهال الله عز وجل، وسهام الليل لا تخطئ أبدا، والله العظيم إننا نستعين عليهم بسهام الليل، ولا يوجد شيء مثل سهام الليل. كان نور الدين رحمه الله تعالى كان يستعين على أعدائه بها، وكذلك المصلحون وقادة الأمم وحملة المشاعل، استعينوا بالله وابتهلوا وتضرعوا وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن نصر الله قريب أقرب مما تتصورون بإذن الله عز وجل.